مدى تطرف جماعات الانقلابيين الحوثيين وما تشكله من مخاطر وخطورة أيضا على الممرات المائية وتهديد أيضا على السلم والأمن الدوليين أصبح واضح للجميع، ولذلك بعد هذه المحاولات التي قامت بها الحكومة الشرعية والتنازلات أيضا والمبادرات واستنفاذ كل الحلول السياسية التي تعنتت أمامها ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، أصبح خيار الحسم العسكري هو خيار الضرورة وهو أيضا مطلب المواطنين اليمنيين. الميليشيات من خلال حفرها للخنادق والمتارس ووضعها للسلاح داخل مدينة الحديدة عرضت المدنيين للخطر، مما جعلهم ينزاحون أو ينسحبون من المدينة هربا من القتال إلى خارج المدينة. هذا النزوح لا يمكن أن يعود إلى المدينة، والمدنيين لا يمكن إعادتهم إلى المدينة إلا بالحل العسكري. أتمنى من الحكومة الشرعية أن تبدأ بالمعركة فورا لحسم المعركة، يعني لن ننتظر حتى يموت الشعب اليمني بأيادي إيرانية خبيثة.